آخر سؤال نختم به أحبابي حتى لا نطيل على حضراتكم. سؤال لطيف اسمعوه، لأن ده مما تمس الحاجة إليه إخواننا اللي بيحبوا الصيد. واحد بيقول أنا أحب الصيد، من أيام صدت غزالا بسهم ومن عادتي أن أسمي. الغزال يحتاج وقت كي يموت بعد السهم، قد يستغرق ساعات ولا يمكن الوصول إليه قبل موته. أنا وجدته بعد ساعات، وجدت الغزال بعد ساعات. اخترق السهم كبده ونزف دمه، لكنني وجدته يطفو في شلال قريب مني، شلال مية، وجدوا يطفو في شلال مية، ففتحته من الداخل وكان واضحا أنه نزف دمه كليا ولم ألاحظ في رئتيه ماء، لكني وجدته قد مات في الماء، فما حكمه؟ أنا أطلقت عليه سهم نزف دم، لكن لما دورت عليه وجدت واقع في المية ومات، وجدته ميتا داخل الماء. يا ترى مات من السهم بتاعي ولا مات من المية؟ يحل ولا ما يحلش؟ أيضا نقول وكذلك أصطاد البط وهو يطفو على الماء فيموت في الماء، ما حكمه أيضا؟ بيقول وإن كنت تفتي بحرمتها هل يجوز لي إهداؤها لغير مسلم؟ أرجو سرعة الرد حتى لا تفسد إن كانت حلالا. سؤال جميل نختم به إن شاء الله. نقول له يا رعاك الله إن مبنى الصيد على الاحتياط، الأصل في الميتة الحرمة حتى يثبت الحل، تحريم حتى يثبت الحل. إن الله جل جلاله قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. يعني أصل تحريم الميتة إلا إذا تيقنت من زكاتها. في حديث جميل أخرجه مسلم في الصحيح، عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء. قضي صحابة بالضبط، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك. أنت ضربت سهم عليه فوقع في الماء، لا تدري ما الذي قتله، سهمك أم قتله الماء. في رواية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عدي يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك، واحنا بنصيد أيضا بالكلاب وما علمتم من الجوارح مكلمين، إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره، كلب تاني غير اللي انت سميت عليه وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. يا ترى اللي قتله كلبك اللي سميت ربنا عليه، ولا اللي قتله حاجة تانية الكلب التاني. وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، لأنك لا تدري هل قتل من الماء ولا قتل بسهمك. في رواية عنه أيضا يا رسول الله إنا قوم نصيد بهذه الكلاب، فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكنا عليك وإن قتلنا إلا أن يأكل الكلب، لو الكلب كلب منها، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، يمكن ما لم يصطاد لك اصطاد لنفسه، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه.
وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. ما أنتش عارف مين اللي قتل الصيد هذا، كلبة اللي سميت ربنا عليه ولا كلاب أخرى. القصد أن مبنى الذبائح، مبنى الصيد على الاحتياط، الأصل التحريم، وأي شبهة تخليك تتوقف. فهذا ما لزم التنويه عليه. وأسأل الله أحبتي في الله أن يجمعنا وإياكم على محبته، ويوم القيامة في دار كرامته يجعلنا وإياكم ممن يستمعون قول فيتبعون أحسنه. الله، هل عندنا سؤال يا حبيبي؟ كتير. بسم الله. حاضر. الجزء الثاني من السؤال، طب احنا قلنا ان دي ما تنفعش، مش لازم تروح يعني التراش، ممكن تاكلها الكلاب والقطط والحيوانات، يجوز اطعام الحيوانات الميته.